واحد بيقول قد من السيد سجن: قد فهمت من قداستك عن خطورة الخطية وان الشيطان ليس السبب في الخطية. لا، ليس السبب في كل الخطايا، لكن في خطايا بيجيبها الشيطان ما في الشك، وفي خطايا الانسان بيعملها من نفسه من غير شيطان، وفي خطايا بيعملها الانسان بالعادة والتعود ومن غير شيطان، وفي خطايا الانسان بيعملها بتأثير البيئة المحيطة به من غير شيطان. لكن الشيطان طبعا بيخش في بعض الخطايا. بيقول: لكن هل يمكن القول ان فكرة الخطية تأتي من الشيطان، لكن فعل الخطية يأتي من الشخص؟ فإذا كان الشخص غير مهمة فسوف يقع في الخطية ويكون سبب الخطية هو الشيطان. مش كل خطية سببها الشيطان.